رمضان كريم وينعاد علينا جميعا بالخير والسعادة واليمن والبركات. رمضان وأنا والغنى حكاية طويلة تبتدي من الطفولة. إذا كان النقاد القدامى بيقولوا إن الشعر ديوان العرب، بمعنى إن في الشعر كل أحوال العرب القدامى، أنا بقول في المقابل إن الغناء ديوان المصريين. أنا لما كبرت شوية ابتدت ترتبط حياتي بالغناء لرمضان أو في رمضان من سنة 78 تقريبا، وأنا ليا مساهمات غنائية في المسلسلات التلفزيونية. في 2010 كان قد رحل كثيرون من الرفاق اللي بنناضل سوا في سبيل الدراما التلفزيونية والأغنية التلفزيونية، رحلوا عن عالمنا، الباقيين قل إنتاجهم، وبالتالي أنا تبعت قليلا عن مجال رمضان والأغنية الدرامية في رمضان. والبقاء لله، ربنا يرحم كل اللي راحوا، البقاء لله والدوام لله، والباقي هو الله دائما قبل الأزل وبعد الأبد، الباقي هو الله. لكن في حياتنا الإنسانية بيروح حكام وبيجي حكام، وبتروح أنظمة وبتيجي أنظمة، والباقي دايما الباقي هو الشعب. والباقي هو الشعب، والباقي هو الشعب، ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب أنا من جيل الستينيات، وجيل الستينيات كانت كلمة الشعب من أبرز الكلمات في حياتنا جميعا. كان عبد الناصر بيكرر دائما الشعب هو القائد والمعلم، وكنا جميعا ممتلئين بمحبة هذا الشعب وبإدراك أن الشعب دائما هو القائد والمعلم، وخاصة من كان منا ينتمي إلى فصائل اليسار. لكن ظلت كلمة الشعب كلمة رومانسية وحالمة وملهاش تجسيد في الواقع، برغم إن أنا شخصيا كتبت العديد من الأشعار، يعني مثلا بعد النكسة مباشرة: فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها. وبعد ما بعض الآراء والأفكار ابتدت تنادي بعدم التناطح مع أمريكا، أنا كتبت قصيدة بتقول: الشعب 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 الشعب، الحزب الحزب، الحرب الحرب، والله ما حيداوي جرح النكسة المر الصعب غير حزب الشعب وحرب الشعب. كانت أذهاننا أيامها مليئة بحركات تحرير الشعوب وبمعارك فيتنام ضد الاستعمار الأمريكي، وكانت كلمة الشعب كلمة تشبه زي أيامنا دي الفيسبوك والتويتر، كلمة شائعة على كل الألسنة. لكن حتى ذلك الحين لم أكن قد عرفت المعنى العبقري لهذه الكلمة العبقرية الشعب. كانت مجرد كلمة رومانسية ضخمة لكن ملهاش تعين ولا تجلي واضح في حياتنا. يمكن بالنسبة لي أنا كان التجلي الأول لمعنى كلمة الشعب في مظاهرات مصرية شعبية حدثت بعد النكسة وبعد خطاب التنحي. أنا فاكر إن احنا استقبلنا خطاب التنحي في بيت صديق كويتي آنذاك، وكانت المجموعة فيها الشاعر الأبنودي وزوجته في ذلك الوقت الأستاذ عطيات الأبنودي، وكان فيها أخونا الكاتب الأردني الكبير رحمه الله غالب هلسة، وأظن أخونا الكبير الأستاذ بهاء طاهر. ومجرد ما أعلن عبد الناصر تنحيه كلنا انخرطنا في بكاء
كاليتامى. لكن قبل ما نخلص بكا كان غالب هلسة بيقول لنا انتوا بتبكوا ليه؟ بكرة الصبح هتخرج من كل العواصم العربية مظاهرات شعبية تطالبوا بالعودة. ويمكن قبل ما غالب يتم جملته انفتح باب بلكونة قدامنا وطلع راجل عجوز في هذه البلكونة بيصرخ بعزم الصوت لا. في ثواني كانت اتملت الشوارع ناس، وكان فيه الشعب بيتجلى وبيظهر بملايين في الشوارع بتطالب عبد الناصر بالعودة. يمكن دي كانت أول مرة أشوف الشعب اللي أنا تربيت في وسطيه وجها لوجه بيتجلى بعبقرية وبزحف جماهيري جبار مطالبا عبد الناصر بالعودة عن التنحي. بعد كده ابتديت أشوف الشعب في مظاهرات مماثلة أو في مظاهر اجتماعية مماثلة. أظن أن الشعب تجلى بكل عبقريته في جنازة طه حسين، تجلى بكل عبقريته في جنازة أم كلثوم، تجلى بعبقرية رهيبة أثناء حريق الأوبرا وأنا واقف ببكي وجنبي ناس عمرهم ما دخلوا الأوبرا لكن بيبكوا على هذا الصرح الجميل اللي بيحترق أمامهم. عشان كده لما تفجرت حرب العاشر من رمضان كان في الإذاعة لجنة بتختار الأغنيات المصاحبة لحرب أكتوبر، وكان بيرأسها مسؤول كبير في الإذاعة. كانت هذه اللجنة مسؤولة عن الأغاني في الإذاعة وفي التلفزيون معا، وما لقيتش قدامي شيء أكتبه غير غنوة بتقول الباقي هو الشعب، والباني هو الشعب، ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب. الشعب مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفدا، لو كان ألف ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى تنادي الندى وعلينا اللي باقي، والباقي هو الشعب، والباني هو الشعب، ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب. الشعب والباقي هو الشعب، والباني هو الشعب، ولا في قوة. بعد ليالي الغدر يا بلدي بعد الانتظار، جاية ليالي القدر يا بلدي جايبة الانتصار، نادي للنهار وعلينا اللي باقي، والباقي هو الشعب، والباني هو الشعب. أذيعت الأغنية وسرعان ما همس أحدهم في أذن المسؤول الكبير المسؤول عن الغناء في ذلك الوقت قائلا له إن سيد حجاب بيقول الباقي هو الشعب، يا يعني كده إن الجيش بتاعنا انتهى. تواقت هذا الكلام مع حدوث الثغرة وارتعب المسؤول الكبير وارتعش فمنع الأغنية. ذهبت أنا والأستاذ كمال الطويل والأستاذ عفاف راضي الشركاء في هذه الأغنية، وأقنعنا المسؤول ساعتها أن هذه الأغنية لا تعني نهاية الجيش المصري لكن تعني بقاء الشعب المصري وتعني قدرة هذا الشعب على المقاومة مهما حدث. بعد قليل أذيعت الأغنية، ثم بعد قليل همس نفس اللسان في نفس الأذن قائلا سيد حجاب بيقول الباقي هو الشعب، والأزهر زعلان قوي لأن الباقي هو الله. وارتعش المسؤول ثانية وتوقفت إذاعة الأغنية، ثم بعد قليل ذهبنا إليه وناقشناه فعادت الأغنية لتصدح في الإذاعة وفي التلفزيون. ومن ساعتها انتهى هؤلاء الموسوسون في أذن المسؤولين، وظلت الأغنية باقية، وظل الشعب
هو الباقي، والباقي هو الشعب.